أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين سيفتتحان مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في 29 من يونيو الجاري بالقاهرة. أضافت سفارة الاتحاد الأوروبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن المؤتمر والذي تستمر أعماله على مدار يومين سيركز على الإصلاحات التي قامت بها مصر والتحول الأخضر وقدرة مصر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.